تعال تعال طلع يابا. شوف شباب هذا حجمه يعني تقريبا نص كيلو ممكن. شوف تحبون صيد السمك؟ اليوم انا جيت اصيد سمك في هاي البحيره. تعالوا شوفوا الاجواء الحلوه. بس قبل كل شيء لا تنسى اللايك والاشتراك والمشاركه دعم القناه. بالنسبه لمن يعرفني انا اسمي ستيفان من العراق، مقيم في بلجيكا من 2008 واقدم محتوى منوع. تعالوا شوفوا. اجواء خرافيه. وهذا شريكي. طبعا هذه البحيره فيها هواي اسماك، ان شاء الله حظنا حلو ونصيد. فاليوم اجينا هنا نحاول نصيد سمك. قاعد زينا شوف الاجواء. طبعا بكل مكان جاي يصيدون. هاي الجهه وهناك، والطرف الثاني همين اكو ناس يصيدون جايبين خيام وشغلات. حاول وشوف. هذا الاكل مال السمك. هسه شوف بلكي حظنا حلو من اول خمس دقائق نصيد. والله شباب هسه لازم واحد يكون عنده صبر حتى يصيد. مو يا فلت شلون حظ فلت هسه ما دام حاول اللولة ثانية احنا اكثر شيء متكثر. هسه هسه طالع سمكة. طبعا بهاي الطرف هم اكو غابات، يعني مكان حلو للتخييم. يلا شريك نريد سمك. يا شباب طبعا بعد ما رجعت من فرنسا شفتوا اجواء الجماهير وتعبني بصراحه بالتشجيع، فصار لي ثلاث ايام بس انام. فيوم قلت كافي خلي ارجع اصور فلوجات، عندنا متابعين جدد لازم يشوفون اجواءنا في بلجيكا، محتواي يعني تخييم صيد سمك سفر مغامرات طبيعه غابات، يعني محتوى منوع ومعلومات عامه لجو هجره. بس اليوم راح نبدي صيد سمك. شوف اكل وما سكت. هسه هسه ان شاء الله هسه نجيبه الا نجيبه. بصراحة يعني اجواء كانت كلش حلوة في فرنسا، يعني شفنا العراقيين جايين من كل الدول الاوروبية، يعني اللي جاي 15 ساعة، اللي جاي 20 ساعة، حتى شفنا العراقيين جايين من امريكا وكندا. والله هاي ثالث مرة يفلت. نجيبها ملكي نشوف يجي كيلو ثلاثة نصور وياه. فأنا وشريك راح نطلع يعني يومين إن شاء الله، يومين ثلاثة صيد سمك وتخييم ومغامرات وغابات، وراح ننام هناك يعني ما نرجع. أوكي إيش قلت. ثانك يو فيري ماتش، نايس تو ميت يو، باي. هذا كان اكو واحد من بريطانيا هو وابنه جايين، فكانوا يلعبون هناك على اساس نقعد بغير مكان، فقال احنا رحنا اذا تريدون روح. طالع خليه طالعه. هلا 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 هلا. شوف هذه اول سمكه على اول خمس دقائق.
تعال هاي خاف نفسه شباب. شوف هسه طبعا لا لا هاي اصغر يمكن هاي امسك امسك خطيه هسه راح اخليه بالماي شوفوا هاي بس راح ارجع للمي. اوه ليت فوت واحده هاي ابو الكيلوين ها ابو الكيلوين هاي 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 نفسها هاي يمكن نفسها مال قبل شويه. اطلع يابا اطلع اطلع. اوه هاي كبيره والله. تعال 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 شوف هاي شوف جيب 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 بس هاي لازم صور وياها صوره. هاي زينة شوف شباب شوفوا حلو 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 هاي عاشتي لك والله شريك. بس دقيقة سوي لي صورة طبعا احنا نسينا بالبيت هذا اكو شو مثل شو اسمه بالعربي لك ورمن هاي الدود راح اروح اجيب من جماعه انا بلجيك. شنو هاي شو اسم هاي الطيارة والله ما اعرف شنو هاي. شوف شوف هاي ناس شوف هم مثل جزيره هاي شجرة خلينا وكاتبين اسمه كسوغا كندنسيس. أجواء حلوة مرات واحد يجينا راحة نفسية طبيعة والله يعني الطبيعة ينطيك راحة نفسية هدوء واحد يطلع يغير الجو خاصة من يكون ويكند يعني يوم سبت واحد ما عنده شغل يطلع هيك اماكن غابات صيد سمك تخييم حلو كلش. اكتبونا بالتعليقات شنو رايكم في فلوكات هاي البلديه ومكتب مكتب الكتب يعني تقدر تستخدم الكتب كمبيوتر كله مجاني كل الخدمات التابعه للبلديه موجوده هنا. اليوم سبت ماكو شيء هناك كلها صالات رياضيه وهم هنا اكو ملاعب هاي الجهه وبعد مثل ما تشوفون حدائق الاطفال اكو بار هنا تقدر مثل تشرب شيء ورا هاي المكان كله غابات وبعدين توصل الى الريف. ف اليوم قلت خلي اطلع اصور كافي صار لي 4 ايام ما اناشر شيء على اساس احنا نقعد بهاي المكان بس هناهم حلو. شوف هاي خلينا يمكن يحتاجوها مرات جماعة بلجيك مسوين تخييم هناك يصيدون سمك. يا بتريد صياد محترف هذا وياك شادي كل ربع يا ربع ساعة كل 5 دقائق يطلع فت سمكة. سمك الزين صياد الزين والله عشتي لك بس حجمه صغير كلش. حلو رجع رجع هسه راح نجيب الا نجيب هذا ابو الكيلوين. هسه جماعه يضحكون علينا يقولون شنو هذول يصيدون ويرجعون المي. اريد واحده ابو الكيلوين والله اجواء حلوه. شوف 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 شوف
ايش يعني؟ تعال 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 يا ولد. جيب جيب الكاس جيبه جيبه. ايش قلت لكم؟ لازم راحت والله الله يطيح عمرك. يلا المحاولة المحاولة حلوة ها؟ والله حلوة شلون طارت؟ بس انت لما تسحبها كيف شعور؟ والله حلو والله العظيم واحد من يصيد ويطلع. شنو هاي كل شوية يطلع لنا؟ حلو والله. تقريبا صار لنا اكثر من نص ساعه. شوف اكو اثنين هناك واكو اثنين هناك بيصيدون بس لحد الان ما شفت ان هم طلعوا سمك. يعني صدق يعني لحد الان ما شفت. ها شفت شيء؟ هذا طالع وحده يمكن ما وحده. من راح جبت هذا الدود؟ شوف هاي الدود يستخدمه. شوف هاي وبعد هاي الاكل الخاص مالي. تروفيش سبب الماء اب لا روح. شوف سيبان. شباب شوف هذا حجمه يعني تقريبا نص كيلو ممكن. شباب شوف مراحل عشاق السمك. من يحب السمك؟ شوف شوف سمك طازج نجيب الطاوة ونقليها ويروح طازج. والله العظيم طازج روح على المي هذا. يعني شوف شباب الله يقبل انه احنا هسه اصطادينا سمك وراح ارجع المي. بس دقيقة خليني امسكها خليني امسكها وجاي اصور فلوق وجاي فاتح بث. طبعا تقريبا وصلنا يعني نهايه الفلوق. راح نجمع الاغراض ونرجع البيت الى المدينه مو يلا. مثل ما شفتوا البحيره هاي هنا عندك صالات داخليه بار مكان تمارين حديقه الاطفال هيك شيء. شلون مسويين ملعب صغير هم للاطفال هنا. وهناك كلها ملاعب لانه اكو نادي هنا اسمه ايربيميرا يونايتد. واكو غابات والريف كله صار بهاي الجهه. منطقه كلش حلوه. اكو مكان ناس سيارات الشحن. اكل بيتزا بالعافيه والله مو جوعان. سيد شادي جوعان بعد الصيد. قلنا خلينا بس ما كلنا سمك. نريد نريد السمك. هاي بيتزا مال سمك. ايه مال تون. فراح نرجع للبيت الى المدينه ومننا لحد ما اوصل اشوف لكم الطريق. يلا نودع المكان لانه انا مصور هاي المكان اكثر من مره. يلا خلينا نروح. اي شوف هاي مكتب مكتب مثلا تريد تاخذ كتاب. وهاي البلديه وبها الدائره اللي تنطي رواتب بها هواي خدمات حكوميه. صور مال الجنود حول العالميه الثانيه. هنا صاير بار والبحيرة صار بهاي الجهة. روح روح. طبعا منا كلها مزارع وأرياف يعني. كده شوف هنا ذرة مو؟ إيه مزارع. مزارع شو؟ هاي المحطة. قلت شنو هاي السيارات مضروبة كلها؟ لازم يكون حذر على مود السيارات يجون ذهاب يعني. هذا الفان. هاي الطريق إلى مدينة ألست. العودة إلى المنزل. العودة إلى المنزل. ودعنا الريف خلينا نقول وغابات. شباب هذا المنظر كلش حلو دائما يعني
من نشوف هنا والله يعني صدق راحة نفسية، لأنه هنا القرى والأرياف كلها مبينة، بس من الجهة الثانية هسه راح أشوف لكم منظر أحلى بعد. سعر لتر ديزل يورو 61 سنت، هاي المحطة. هذا ماركت، أوكي، اسمع. طبعاً على طول هنا كل مطاعم موجودة، محلات تجارية، محل بايسكلات، وهذا بيشترون هنا بهاي الطريق. شوف 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 شو السالفة. هذا كارفور مفتوح حتى يوم الأحد إلى ساعات متأخرة. والله كهواء كلش حلو، مو حار اليوم.